ربي يرحمهم ويسع عليهم دائما ويعطي الصبر للعائله تاعهم. كل عائله رياضيه اليوم حزنا على الوفاه تاع الشيخ مهداوي. الشيخ مهداوي معروف بالبونون سوسيال، ندير اليوم نقول نحيي بالجماهير، كل الجماهير الجزائريه تحب الشيخ نعمان مهداوي. الشيخ نعمان مهداوي اخلاقه وتربيته البصمه ديالو اليوم الحق الاجل تاع الوفاه تاع نعمان ربي يرحمه ويوسع عليه دائما. في المشوار الرياضي انا نظن اول ناخب الوطني اللي فاز بكاس العالم العسكريه الشيخ نعمان، واليوم حتى في الفرق كل الفرق اللي يعمل فيهم نعمان خلى البصمه ديالو في المنتخب الوطني اللي في كاس افريقيا ربي يرحمه ويوسع عليه دائما. نتكلم على الرجل ما نحبسوش باسكو الرجل ايش طيب برك فوق اي مستوى يعني انساني. نهضروا على المدرب الناس كاع تعرف الكفاءه تاعو والبصمه اللي خلاها في كره القدم سواء في الانديه وعلى راس فريق الوطني على تاخي يعني العباره بسيطه لكن تاخسي دي مون فريغ. Yeah, I'm sorry.